بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله حضرات المشاهدين إلى هذه الصفحة من برنامج مفكرة. الكويت ربتنا وفيها ربينا، هي أمنا وإحنا ترانا عيالها، ودار ربتنا وربت جدودنا، أي كل منا رابيا في إبرالها. هو شاعر الكويت زيد عبد الله إبراهيم الحرب، ولد بالكويت سنة 1887، عاش من العمر رحمه الله 85 سنة، قضاها بالكفاح من أجل لقمة العيش. ففي بداية حياته صارع البحر تارة، حيث عمل بحارا وغواصا على اللؤلؤ، حيث كان يبحر صيفا في رحلة الغوص على اللؤلؤ، ويسافر شتاء إلى الهند واليمن وغيرها للتجارة، حتى كسدت تجارة البحر بكساد اللؤلؤ، فبدأ يصارع الحياة وشقاء عيشها كغيره من أهل الكويت المؤسسين. وفقد بصره سنة 1952، فأنشد قصيدة مطلعها: ما تنفع الدنيا بلا شوف العيان، وعزي لمن مثلي عيونه عصاته. ولم يكن فقد البصر لزيد الحرب هزيمة في حياته، فسرعان ما استعاد قوته، فواجه الدنيا وصارعها صراع الأبطال كما تعود، سواء على ظهر السفينة أو خلف القلاع، محاربا شديد المراسي في الدفاع عن وطنه. سوف أخصص هذه الحلقة اليوم لأحد أعلام الشعر وقامة كبيرة من قاماته، وهو المرحوم الشاعر الراحل زيد عبد الله الحرب، الذي ملأ دنياه وشغل ناسه في عمره الذي امتد إلى ما يقرب 100 عام. اختلفت الروايات بين من يقول أنه توفي في الثمانينات، ولكن هناك روايات أخرى أنه توفي عن 100 عام. على أي حال، أنا سعيد أن أستضيف للحديث حول هذه القامة الكبيرة شاعرنا المرحوم زيد الحرب، أستضيف العم محمد المعتوق، أحد من زامل ورافق المرحوم والشاعر زيد الحرب. حياك الله عم أبو جاسم. الله يحييك. وأيضا معنا الباحث إبراهيم الخالدي، المهتم بالشأن الثقافي بشكل عام، ومن ضمن اهتمامه أيضا درس الشاعر زيد الحرب وتحدث عنه في أحد بحوثه، فأهلا وسهلا فيك. يا مرحبا، حياكم الله. الله العم محمد، الشاعر الكبير زيد الحرب، يعني أنا يمكن من جيلي اللي بالستينات، وستينات من العمر يعني، واللي يجوز بال50 سنة الحقوا عليه وشافوه، وتسجل حتى في تلفزيون الكويت، سجلت له تسجيلات. بس ودنا نعرف منك الجانب الثاني غير الشعر، قبل بندش على الشعر، بس ودي نسمع منك عن في حياته نشأته، لأن نعرف أنه كان مكافح في دنيا ودخل البحر، وكان محارب أيضا في حرب الهرة، محارب شديد، وأيضا استشف سنة 52 أعتقد. فودي تكلم لي شوية عن ذكرياتك معه. ذكرياتي مع الله يسلمك، وهو يطلع ويانا شاله آخر عمره، هذا شاله آخر العمر، بس من قبل أنا بي. ويصوف ويانا وهذا ويصوف، لكن يقول أنا أروح للقلطة وأقعد ما أقلط ياهم. نعم. أسمع هذا يقول أنا خاف من كلمة زال تزل، وهذا ما أقلط هذا. وقصائد يعني ما أقدر أقول تحكي. زين، إحنا قبل أن أجي على قصائدة، أنت رابعته أو عاشرته، دشيت ويا البحر وله أكبر منك. ودش ويا أبوي. إيه. دش غواص أفتكر. تالي صار غواص. اي لا اول راح سفر وياهم. سفر اي احنا نواخذه وراح وياهم. وتناخذه هو بعد؟ هو لا ما تناخذه، هو بحار راح الغوص. نعم راح الغوص
ويا اهل الكويت اهل الكويت وبروح يسولف لي يقول القحمه ما تعرفون انت القحمه بلا القحمه 10 تبات ايه 10 تبات ويطلعون ينزلوا غيرهم نعم يقول انا رحت اول القحمه ويقول حدرت وخلصت القحمه طلعت برا اي نعم طلعت وقعدت صدر يقول كلش اي ما حد بيقعد صدر يقول قعدت صدر كان يقول ناخذ سو محمر اي يقول هذا قاعد صدر كان يبون خيشه ورجونها يمي اي ويبون التمر وحطون على الخيشه زين ويقعدون يمرسون في يمرسون التمر نعم بالغوص بعد اي نعم يمرسون يوم هذا كان يقول زيد الله يرحمه كان يقول زيد جارك الله يوم قالوا محمر أضرب مريس محطوط بخيشه شوف عيني زي ويوم سمر والسر يمشي على حد قيشه ها وهو اللي قايلها جاب عيني من مريس بخيشه زيد الحرب شاعر كويتي توسل باللهجة العامية في تأليف الشعر لكنه لم تقف هذه اللهجة حاجزاً أمام معارفه الكثيرة وإبداعاته في مجال الشعر وثقافته الواسعة ولذلك يعني هو يعد في مصاف الشعراء المعروفين زيد الحرب هو قيثارة الشعر وهو مبدع قل أن يجود الزمان بمثله ما شوف أنا يا ناس أحسن منه وخير منه يا عرب السكاتي صحيح والله ما أنطق أنا دايم الدوم حتى لساني حذر عن لهاتي الله أنا انحكيت الصد يلحقني اللوم وصير كالمجنون وسط الصفاتي الكذب والبهتان هو سلعة اليوم والصد مية عام من جيل ماتي هو بادي الشعر وياه من وهو صغير اليوم صغير اي اي اليوم مو قبل يعني قصدي مو عقب ما استشف لا 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 هو السبب انه استشف يعني صاب مرض ولا عيونه بس مع الغوص والغوص ماي مالح نعم ويغوص ويطرد بالقوع اي يبي المحار وهذا وعشر تبات نعم ما يطلع العيون مو مثل الحين اكو علاج وما علاج نعم ما اكو علاج إيه زين وبعدين سولف لكم وهو عن حرب ليهرة مثلاً شاركت فيها شاركت فيها يقول حرب ليهرة نعم إحنا ما عندنا بالقصر محكورين إيه يقول واحد من عوزهم بالنخلة قاعد فوق أي قناص رماي وتولاهم يقول تقربنا نحن سوينا طلع هذا مرشد اللي بموقع ساكن مرشد من طوالة وعلى أولهم الكويت ويفزعون الناس راحوا بخيل ايه وعلى أول ماكو سيارات أول ايه على أول يفزعون أهل الكويت شويمة وعبيان أهل الكويت سووا ايه نعم قاموا عندهم خشب العالم كله بالغوص ماكو واحد ايه نعم عندهم خشب كل النقعة أخذوا منها ثلاث أربع خشبات وخطبوا كل خلوا كل محمل مثل السياسة عندهم ايه كل محمل في نفرين بس ها وفلتوا يوم قبلوا على اليهارة ولا الشرع بيض ياية ايه هذي اللي ما شافوا الشرع ومحامل وايد مشوا ونحاشوا لذلك ايه شوف شلون سياستهم ما عندهم حياه كل العالم بالغوص والله يرحمه بعد معروف بالشجاعه اي والجسر الله يرحمه هلا بالاول اي نعم اللي لحق عليه لحق واللي ما لحق هم يسمع يعني كل بلد هي لها موسم نعم
والكويت ومو بس الكويت، الخليج هذا كله نعم هو على الله أبرك ثم يعني موسم الغوص. وهي الكويت ولا الحمد غير البلدين بعد اللي غيرها، لأن تالي الوقت لما انكسر الغوص نعم عادلك الله يرحمنا بياهم باعوا بيبانهم وشندلهم الكويت والحمد باسطة المساعيها وايد المساعي وايد اللي بيشد حزامه ما ييو كسر الغوص للسنة. يقول عسر الدهر شابح زنودي بكمبار ولو على العرقوب زنديل الأفكار وظليت أنا من دار لدار محتار تايه بغبات الفكر والهواجيس وراك يا دنيا وقومك علي وحبال عسر الشافتات إيدي بقعة سقتني يا ملاسم حية ودهري رماني في سجون المحابيس. في دراستك أستاذ إبراهيم ماذا استنتجت من إبداعات شاعر زيد الحرب، سواء في الغزل شعر الغزل أو الشعر الوطني أو حتى الوجداني؟ نعم. بسم الله. بداية يعني أنا في هذه الدراسة أنا مرتكز بشكل أساسي على الشخص الأكثر قرباً والأكثر قدرة على الحديث عن شعر زيد الحرب وعن حياته، وهو ابنته الشاعرة الكبيرة المعروفة نعم. الأستاذة غنيمة زيد الحرب، وهي نعم. كانت أليق أن تتحدث عنه ولكن بسبب ظروفها الصحية الله يشفيها. أنا حاولت أنها تشترك معنا نعم. بس ظروفها. فطبعاً لأن كتابها هو المرجع الأساسي بالإضافة إلى كتب أخرى مثل كتاب أستاذ سيف مرزوق الشملان عن تاريخ الغوص ذكر بعض قصائد نعم. مثلا في بعض الجوانب الحياتية مثلا أول شيء العمر نعم ثابت خصوصا في كبار السن تاريخ الوفاة نعم تاريخ الوفاة هو توفى الله يرحمه في 12 فبراير 1972 72 نعم في 12 فبراير نعم فتعرف لما يقولون في الأعمار أن توفى كم يعني متوسط الثمانين نعم فأرجعوها إلى 1887 عشان يضبطون أن عمره 85 إيه؟ هو قد يكون أكبر سنا كما ذكر حسب كلام العم محمد يقول ولكن أكبر. تدري يعني مثلا فلان كم مات عمره 90 أوكي هو متى مات مثلا 2013 نرجع 70 سنة وهكذا نعم فهذا فيما يتعلق مشاركته في معركة الجهرة لها بداية حلوة يذكر وتذكر الأستاذ غنيمة أنه هو كان يعني على متن السفينة في اتجاه لرحلة سفر نعم وسمع بصوت المنادي وأن يتم توزيع السلاح فطبعا ما يقدرون يرجعونه فرجع سباحة قفز من السفينة بس ما كان بعيد عن لا أكيد يعني هم للحين أي فرجع ورجع إلى المكان اللي كانوا يسلمون فيه سلاح وتوجه إلى الجهرة مباشرة شوف من جسارته يعني هذا موقف نادر يعني يدل على شجاعة أكثر مما نقول أنه جرح وهو فعلا جرح في المعركة وكذا لكن مجرد هالفزعة هذه تدلنا على أي شخصية إحنا نتحدث يقولون الجرح ظل معاه يعني اللي جرح فيه بحرب ليهرة ظل معاه بسدره بس أنا اللي لفت انتباهي طريقة الاستجابة يعني شيء يدل فعلا على شجاعة لما ندرس شعر زيد الحرب الله يرحمه نجد فيه جوانب وفي جوانب متغلبة على الجوانب الأخرى يعني مثلا جانب الشكوى هو الجانب الأساسي فيه ويمكن إذا نبي نقول عن زيد الحرب هو شاعر الشكوى الأول واقع الشاعر زيد الحرب على الرغم من تعبيره باللهجة العامية إن هذا التعبير لم يقف حائلا بينه وبين معالجة مشكلات المجتمع كأي شاعر آخر تحدث بالفصحى ولذلك نرى هنالك كثير من القضايا تداخلت في شعر الأديب الفنان زيد الحرب وهو رسمه خارطة الطريق للنهضة العربية الشاملة بقصائده وثقافته وعمقه وهذا كله تأتى له من خلال متابعته للأحداث أقماشنا بالهند والله طايح
وحنا غدينا بين شاني وصايح، هذه السنة صارت علينا فضايح، أنتم تبون فلوس وحنا مفاليس. هالطواوي يقولون قلت أنتم هل الجودات وأهل المروة، ما شيء حدث فيكم يا ناس توه، أشوف وقت الغوص تأخذون قوة، يا ما حديتونا بحجر ودبابيس. جانب الشكوى هو الجانب الأساسي في شعر زيد الحرب، في شجن تلاقي حتى القصيدة لما تبدأ وطنية، وهو لها يعني بعض القصائد أنا أشوفها حتى وثائق تاريخية، لأنه يعدد فيها الأحداث التي مرت فيها الكويت، الأطماع التي واجهتها، يذكرهم بالاسم ويذكر التفاصيل، هو رجل يعني مطلع على التاريخ بشكل جيد، وهو دارس عم محمد، دارس عند ملاليا يعني؟ اي ملاليا بس ما يقرأ ولا يقرأ. ها اي بس القرآن بس ايه. أيضا الجانب طبعا لها قصائد اجتماعية كثيرة، ولها قصائد يعني تجي اللي يسمونها في الشعر الحديث الآن القصائد اليومية، نعم، اللي تتحدث عن مشكلته مع الكهرباء، تتحدث عن مشكلته بجانب هذه يسمونها القصائد اليومية، يعني وكأنها جريدة يومية، الجانب الحياتية يعبر عن المجتمع، يعني أبياته في وصف حالته بعد إصابته بالعمى من يعني من الأبيات الغريبة والجميلة التي أيضا من الجانب الحياتي. الجانب الغزلي في ديوانه لم يدون الكثير، وأنا أعتقد يعني هذا راجع لعدة أسباب، أن الشعراء الكبار في السن والذي يعني يجمع شعرهم بعد وفاتهم، نعم، في الغالب يعني خصوصا أن التي جمعت الشعر هي ابنته وبعض الناس، شعر الغزل غالبا يكون في مرحلة مبكرة، ايه وشباب هو يعني احنا قاعد نتكلم عن 1910 1900 يعني حتى قبل حرب الجهر، نعم، هذه الفترة اللي كان فيها عمره 20 سنة 25، هذا شعر الغزل. نعم ابى اكمل وياك ايه؟ عفوا في هذا الجانب البحثي بس بعد الفاصل. حضرات المشاهدين فاصل ونستكمل طرحنا للشاعر الكبير زيد الحرب، تابعونا رجاء. ويا ناصر موسى على قوم فرعون، ويا ناصر جيش الصحابة والأنصار، إلا التقينا بين طاحن ومطعون، تنصر لنا جيش العرب وين ما دار، وإن كان إيزنهور بالحرب ممنون، حنا نحب الحرب ونفرح الأصار، ومن لا يحب الحرب يا ناس مجنون، ولا ذليل لابس العيب والعار. نستكمل معكم حضرات المشاهدين طرحنا لموضوع الشاعر الكبير زيد الحرب. قبل الفاصل كان الأستاذ إبراهيم الخالدي تتكلم عن شعر الغزلي، تقول يعني تناوله في المراحل المبكرة من حياته، فشعر جمع بعد وفاته بحوالي 8 سنوات تقريبا، وأيضا اللي جمعته ابنته الشاعرة غنيمة زيد الحرب. فأنا أعتقد أن في كثير من شعر الغزلي ضاع في المرحلة السابقة، خصوصا هو شاعر أمي لا يقرأ ولا يكتب، فلا نتوقع أنه مثلا عنده أوراق وعنده يحفظ قصائد القديمة فيها، هو يعني بقي من ذاكرة رواته. الشاعرة غنيمة بنت هي المدونة الأساسية لأشعارها، المدونة يعني هي المدونة الآن، هي بس مين شاعرة لا هي اي بس يعني مو مثل ابوها اكيد لا هي شاعرة فصحى يعني مو عامية هي تقريبا حاليا الدارسة الاهم، وهي فاحنا ذلك لا وصلتنا بعض القصائد الغزلية الابيات الغزلية، لكن هو في الاساس انا ارى ان اهمية زيد الحرب ليست في شعر الغزل، نعم، يمكن شعر الغزل خلينا ندوره عند شعراء اخرين من شعراء الكويت، في الشعر العروبي وشعر النغم في خصوصا مرحلة يعني له في النكسة قصيدة مهمة وقصيدة قاسية جدا 67 في 67 له قصائد في المجلس التأسيسي في الحياة البرلمانية له قصائد في له قصائد كثيرة في هذا الجانب أنا أعتقد هي الجوانب الأهم في شعر زيد الحرب لكن الجانب الغزلي ما في شاعر ما يكتب غزل يعني فهو رائد في إحساسه العميق تجاه قضايا مجتمعه الكويت
والمجتمعات المجتمع العربي ككل، وطموحاته أبعد بكثير من ذلك في أنه كان يصبو إلى الوحدة العربية الشاملة التي تعيد مجد العرب وعزتهم. فهو كان لديه خارطة الطريق رسمها في شعره، وهذه الآمال الكبيرة لو تحققت لا طبعا عادة تراث العرب وتاريخهم العتيد إلى الوجود مرة أخرى. قالوا تفكر قلت هابت الأفكار كثرت هواجيسي وزادت همومي، أفكر على دنياي واللي بها صار، والله يلوم اللي الحالي يلومي. شوف اليهود بالقدس سووا الأنكار وصرنا فرايس للعفون الرخومي. كيف العرب يرضون بالعيب والعار، عيب كبير ما ستر الهدومي. العم محمد، تكلم الأخ إبراهيم عن شعر الشكوى عند المرحوم زيد الحرب، شكوى من الأمور الحياتية. ايش تحفظ له من الأشعار اللي يشتكي فيها من الأوضاع؟ ما الغوص اي اللي يقول عسر الدهر شاب حزنودي بكم براد، معروفة. اي وغير مالت الغوص شو اسمه، هو قصايد وايد حافظينها، لكن احنا بعد من احنا عمري 82 سنة. الله يعطيك طول العمر ان شاء الله. هو كان يسمعكم وانتم تحفظون؟ اي سمعنا وسجلنا على شرطه. اي في عندي انا كسس. اي نعم وجوده شرطه صوته. اي زين، كنتوا في امعاتكم مع بعض، يقعدون وياكم شعراء ذاك الوقت يعني؟ لا مثل لا 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 لحقوا على بورسلي اكيد. اي لحقوا على فهد العسكر وعلى الشبيب. صدر الشبيب لحق، لا لحق، بس اروح لهم بالقلطه يقول ما اقلط. اي ما أقلت، أقعد وأسمع بس. إيه. لأنه ما أقلت. كان عنده مشكلة في موضوع الكهرباء، أنه ما وصلته مدة سنتين. إيه هذه. إيه. راح يبي كهرباء ما عطوه وصوى قصيدة. ما عطوا الكهرباء. لا بحول لي وما شلون، ما في شغلات ثانية. إيه بدايتها. لا ناس هذه الكهرباء أشوف صار صبره. إيه. هذا شحبر في الفريج كله عامر كله طبعاً. عامين من عمري مضى وانا معاه بشقلبه، عامين مع زايد شهر، وهذا رمضان هذل وظهر، وهو على بطن وظهر زيبق منه اللي يقلبه، مع ذا صاير لحوين في كل ساعة وكل حين، ما اقول مشرك بدين مير النميمة مركبة. صباح الاول قدنا الكويت عستها لنا، نشد السيوف عن فعلنا بيض الهنادي مخضبة. شو تحفظ من أشعاره في الغزل؟ الغزل في ايه؟ تحفظ شيء؟ يقول مهمني بدياي شدة ولا لين، إلا حبيب القلب سيدي لابان. نعم. قالوا تحبه قلت ما عاد لشين، حب أرقع بطويج ومعضل شمسان. الله. قالوا تحابه قلت حتى الفراعين شوفتها، شفتهم رخومون وبلان، الجن ويا الانس ما مرم طيعين، لا شك في انها خاتم سليمان. انزين غير يعني في انا برجع وياك على علاقتك وياه، انت ويا ربعه، من تذكر من ربعكم اللي رابعتوه؟ وهو هل يطلعوا يعني بالشاليه؟ اي يعني بالشاليه هذا بالشاليه هذا يمكن بالسبعينات. إيه يعني قبل يتوفى. إيه بالستينات يعني. يطلعوا يعني بالشاليه. اي والساعة ما يشوف بعده هذا، لكن يعد وسجلنا منه شرطة شلون سجلناها. اي وهو يروح التلفزيون بعده يسجل يعني ما يبخل كان. وراح يشارك هنا يقول لا يسجلون، يقول أما عسر الدهر اللي شاوله مالت القوس وهذه. اي وقالها يوم قال فيها أهل الوطن يا شيخ اكرم مثواهم اللي حموا الدار وانت تحماهم، اخاف انا يطاك اللي وطاهم لا جاسوا الرجلين الراس شديش.
أهل الوطن يا شيخ بمر وطاعة، ولا الغريب انشد خلوه لبليس. أهل الوطن يا شيخ اكرم ثواهم، اللي يحمون الدار وانت تحماهم. أخاف أنا يا طاك اللي وطاهم، لا داسوا الرجلين الراس سديس. حنا هل الديرة وحنا أحماها، ويا ما ثنين رقابنا من وراها. نرجع معك أستاذ إبراهيم، من أشعاره اللي تعتبرها يعني علامات في ذيك المراحل، ما نقال مرحلة واحدة لأنه عاش سنين طويلة، فشنو أبرز يعني الأشعار اللي ممكن أن ترويها لنا؟ طبعا من يبحث عن أشعار زيد الحرب يقدر أن يعني الحمد لله أن تقريبا أنا شفت تقريبا حلقتين، واحدة سواها الشاعر مرشد البذال معاه، نعم، والثانية أستاذ سيف مرزوق الشملان، نعم، من خلالها تسمع وهو يلقي شعره ويلقي طريقته في إلقاء الشعر فريدة. إيه شاعر مترسل، ويعني يعني لما تشوف أن رجل ضرير يعتمد على الذاكرة، ورغم ذلك يلقي قصيدة تقريبا حوالي 40 و50 بيت. شاعر، وأحيانا الشاعر المقدم يعني هو اللي ذكره في القصيدة مثلا بعنوانها، فهو يعني حافظ شعره بشكل جيد. له قصائد كثيرة يعني ممكن نعتبرها يعني علامات، خصوصا هي أشهر، لعل أشهر أبيات أنا أعتبرها على قصرها هي الأبيات اللي قالها بعد إصابته بالعمى. نعم، أبيات حلوة وفيها معاناة وفيها طرف. يعني الحقيقة أنا أجد أن زيد الحرب شخص صامد ولا يؤثر عليه شيء إطلاقا، فكونه فقد بصره لم يكن شيء ذي بال أمام طموحاته الكبيرة، ولذلك نرى هنالك قليلا من القصائد التي عبرت عن تألمه لفقدان البصر، وهذه كانت في بدايات إصابته بهذه العاهة، ولكنه بعد ذلك استطاع أن يتغلب عليها واستطاع أن يبدأ أكثر وأكثر. وحقيقة من القصائد المؤثرة التي ذكرها في هذا الصدد هي قصيدة تقول: ما تنفع الدنيا بلا شوف وعيان، وعزي لمن مثلي عيونه عصاته، أقعد أنا وأقوم بين نسوان، ولا يضفي المجمول على عباته، من أول لي جيت كذيب سرحان، محد يا مني أجي حول شاته. وش تحفظ من أشعاره الوطنية؟ الوطنية له قصيدة جميلة طبعا هي طويلة، ومثل ما قلنا في آخرها أنهاها بالشكوى، لكن خلنا نأخذ الجزء الأول. يقول: الكويت ربتنا وفيها ربينا، هي أمنا وإحنا ترانا عيالها، دار ربتنا وربت جدودنا، والكل منا رابين في ظلالها، دار تدللنا على كل حزة، إهي تدللنا وحنا دلالها، دار كستنا العز وثوب الجمايل، هل كيف ننساها وننسى جمالها. دار كستنا العز وثوب الجمايل، يا كيف ننساها وننسى جمالها، والله لو دورت بالشرق كله ودرت الجنوب وغربها مع شمالها، حرام ما تلقى بالأوطان مثلها، ولا يعوضك بالبلادين بدالها، دار السعد والمجد والجود والكرم، تمطر على العربة سحايب حلالها، دار الصباح اللي بعز بنوها، عدوها لظن بيده ينالها. في مروبعة مشهورة اللي هي: الوطن أول وتالي، نشتريه بكل غالي، نبغى. هذه عن طريق نوع من الشعر يسمى الشعر المروبع، ولحن قصير. نعم،
حتى لو تغنى. يعني أنا من الأشياء اللي يمكن تلفت الانتباه أن تقريبا شعر زيد الحرب بالكامل لم يغنى. أي نعم. ورغم أن له كثير يمكن صعوبة اللهجة اللي يكتب فيها. والله لا بالعكس غنى وما يكتب يكتبوا لها. أي أكيد ما يكتب. إيه. يعني لا بالعكس غنوا لكثيرين من نفس اللهجة ونجحت. يعني فهد بروسلي كثير هو يستعمل. فهد بروسلي معروف عنه أنه بسط مفردات اللهجة وقدر يوصلها. يعني خلينا نشوف بس لهجته رصينة. خلينا نشوف المربع هذه شو الصعب اللي فيها. نعم. حتى الوطن أول وتالي نشتريه بكل غالي نبغي المرقب العالي ونجمع الراية الرشيد. الوطن زينه طباعه ما حد من الشعب باعه كلنا بمر وطاعة خدمته نمشي عبيد. نعم. الوطن دينه علينا ونوفي الديان دينه كل ما تملك يدينا فدوة لب ما يريد. الوطن أمنا وبونا واتفقنا كل بونا نجلب الأرواح دونه ونجيه في باس شديد. الوطن أعني بلادي منها شربي وزادي ومقعدي ويا رقادي وكسوتي درع حديد. الوطن أعني كويتي بسطها حي وميتي ولو خذوها يا ناس بيتي قلت أنا هاليوم عيد. الوطن حق النعمرة وشيخنا ماشيين بمرة لوطا من فوق جمرة ندوس ما داس ونزيد. الوطن نسحب عمارة ولا نبالي بالخسارة بس لو تمشي نهارة صار للأوطان سيد. نعم. يعني أنا شوف لا بالعكس شوف. وطبعا وارد المفترض أن حتى إلى حد الآن إذا لم تغنى بعض أشعاره بالسابق أنه ممكن تغنى الآن. يعني. تراثنا فيه أشياء كثيرة. نعم. يعني تستحق التخليد سواء من خلال الأغنية من خلال أي طريقة أخرى لإيصال هالنصوص هذه للأجيال الجديدة. أي نعم. لكن المشكلة أن كثير من الأشعار كثير من الأشياء اللي كتبت في الماضي تظل بطون الكتب وتنسي. حضرات المشاهدين فاصل ونستكمل معكم بحثنا حول الشاعر الكبير زيد الحرب. تابعونا رجعنا. نستكمل معكم حضرات المشاهدين بحثنا في هذه الصفحة من مفكرة للشاعر الكبير زيد الحرب. قبل الفاصل العم محمد قلنا ودنا نسمع منك قصيدة أو بعض من قصايده. أكو واحدة اللي قال فيها أمس العصر ها؟ وافيت سيد الرعابيد. إيه أمس العصر وافيت سيد الرعابيد بيشبك عمر 15 عدل ثياب ساعة نطحني شب قلبي الوهيب وقلت الوصل وقال ذا الحين ما ناب اصبر لما الشمس حد الدجة تغيب واجعل ظلام الليل ستر عندك حجاب. نعم. قلت اي حزز اني اجيش فيها بتراتيب اطقنا الدفعة لو شخطت الباب. قالت لي اسكت جاتنا وضعت الشيب وهذا عجوز ابليس ودورنا سباب. قلت افز عجل في سلام وترحيب هل بتخلي السيد يجري مع الساب. قالت لي لا هذه عجوز من عجائز تل ابيب حدب الظهر الشيب من شوف الشام. قالت حشا الشاه ما تامن الذيب اطنع له مصق لا صير كذاب. قالت والله ما لي العذارى مطالب ولا لي على ظن الشروق ونهاب. يعني صور ها يصور يصور كنا كنا انت قاعد تشغل هو هنا يقول قصيدة مهمة يدعو فيها العرب إلى التوحد والجهاد من أجل الحرية والاستقلال. يقول يا عرب قوموا بعزم الله سوا أنتم اليوث الحرب وافين العهد واربطوا حبل الوصل ما بينكم في صناجلها وحبلا من مسد ما يؤخذ استقلال في طيب نهون إلا بحد السيف لحل الوعد وامهاتم خمس مصقول السلاح وفي أطواب الروس شدقوك الرعد ما فعل خالد وطارق بن زياد وما فعل حيدر وحمزة مع سعد واعلموا كثر التفاوض ما يفيد مجلس أمريكا خارب ما به سعد وافعلوا بفعال أبا بكر وعمر واتركوا كثر النماية والحسد مع ذا سلامي للعرب كلهم يميع سني وشيعي ومسيحي ومن سجد والوكيل الله مهو أنا وكيل كلا على دينه ويلقى ما عبد. ولذلك يعني نلاحظ في هذه القصيدة هنالك عمق تاريخي ومعرفة
حقيقية بالشخصيات الدينية والشخصيات البطولية التي يعني كانت سبباً في إعلاء شأن الأمة. نرجع معاك أستاذ إبراهيم، وهو أيضاً مثل ما تفضلت تناول قضايا محلية وخارجية، يعني في وقت الحركة، حركة القومية وحركة صعود عبد الناصر في وقته، وبعدين هني وقت الدستور، صدور الدستور. ايش تذكر له من أشعار على مستوى الوطن العربي والأشعار المتعلقة في التغيرات اللي صارت بالكويت؟ طبعا هو يعني لما نقرأ في تراث زيد الحرب نلقى خصوصا فترة الأربعينات والخمسينات والستينات أشهر التغيرات. فمثلا ثورة مصدق له أبيات أو قصيدة فيها، نكسة حزيران 67 له قصائد فيها، حلف بغداد عام 58 خصوصا أنه كان الموضوع يمس الكويت أيضا له قصائد فيه، مجلس الأمة ومجلس التأسيسي له قصائد في كل هالجوانب، هذا في كل الجوانب هذه. فمثلا إذا تبون أمثلة مثلا، وحدد عن ثورة العراق قبل أصير تكلم عنها؟ إيه، قال أمة نبآبن ولا بتموز يجيك بغداد تفسير أخبار. حتى في اللقاء التلفزيوني اللي معاه مع الشاعر الله يرحمه مشهد البذالي، ذكر قال أنا تنبيت بالثورة لأنه يتكلم فيها عن حرب بغداد، حلف بغداد ويذكر فيها يكلم رئيس وزراء العراق ذاك الوقت نوري السعيد ويذكر له أن الثورة قد تكون عليه يا أما في آب أو في تموز. سبحان الله تقريبا ماكو، أعتقد في نفس السنة يجيكم الأخبار، في نفس بغداد تفسير الأخبار. نعم، يجيكم بغداد تفسير الأخبار. أما بشهر آب ولا بتمون يجيك من بغداد تفسير الأخبار، أصبر قليل شوي وفيهم تشوفون، وما صار في لبنان بيعم الأغطار، ولابد ما يوم به الحرب بيكون بين العرب والغرب تبتشعل النار، وسط البحر والبر نسعي ويسعون، وغناب لن تهمل كما وبل الأمطار. هذا كل شيء يعني له سبب. أيه سبب خير إن شاء الله. هذا على وقت نوري سعيد ويشاغل الكويت ويدور عليها منا ومنا. سافر هو والوصي لندن، نيتهم ليوم من لندن يروحون اللي يسمونه حلف بغداد. والله قضى عليهم. أنا تنبيت واللي يعني اللي ما ذي يقول لازم أنت عندك خبر، لكن دلائل الكلام يدل على هذا. ما في شيء. يعني لو تلاحظ مثلا ثورة مصدق وكيف كانت مثلا في لها تعاطف عربي في ذلك الوقت، يعني فقالوا مصدق قلت يصدق بما قال، غاسق وقبل السم لي من يسيري، هذا الرجل إن كان في الشرق رجال وهذا الوزير نقيل حطه وزيري، شوف أزرق العينين من ضربته شال، من ظن عبادان عنها ينيري. مثلا له قصيدة أزرق العينين قصد على الإنجليز يمكن، أيه لأن هي كانت ثورة من أهم يعني أحداثها هو تأميم النفط. نعم، من الشركات الأجنبية. أيضا في مجلس الأمة، نعم، يقول منه مهتنا في رقاده، سهران ليلة من كثير العواثير، ومواصل عزمه بصبر وجلاده، ولكن حوله معسكرات المسامير، يا مجلس الأمة وللشعب سادة، أنتم مفاتيح الفرج للمعاسير، وأنتم صلاح الشعب وأنتم رشادة، وذي عادة السدرة تلم العصافير، حنا انتخبناكم نريد السعادة، ومن الفرح خطر من الطير بنطير، لا شك حالة بالسعادة قرادة، ولا هقينا كل ما صار بيصير، هذا جزاء الشعب ما كان رادة، اللي انتخبكم في كثير المناشير، شعب الركض للظل يبغي برادة، وأثر سموم الصيف وأحمى من الشير. تقريبا يعني عبارة ينقد أداء آخرها بيت يقول حنا حفرنا البير
وشلنا نكاده يا كيف نطرد عنه واحنا على البير. هذا بيت جميل. هاي اي سنه القصيدة؟ هذه في اوائل الستينات طبعا. أي. يعني هي قضيه طموح الانسان. طموح الانسان يعني تدري في ذيك الفتره كانت أي. الطموحات كثيره فقد يكون من هذا الباب. لكن انا جدا يعجبني البيت الاخير اللي هو حنا حفرنا البير وشلنا نكاده يا كيف نطرد عنه واحنا اهل البير. واحنا اهل البير نعم. وهو لا في القصيد الاجتماعي ايضا قال قصيده يعني فيها شيء من السخريه ويسلط ضوء فيها على بعض النواحي الاجتماعيه اللي قال الراوي كل شيء حاوي. حافظها العم محمد؟ قال الراوي كل شيء حاوي وانهار دائما ممليه. احفظ مالك عن عيالك. قال الراوي كل شي حاوي وانهاره دايم مملية احفظ مالك عن عيالك ترى العاجل يحفظ شيه وحذره يقشك واحفظ قشك عن الحجي والحجية. ذكرياتك معاه هو كشخص يعني شو تسولف لنا عنه؟ هو الله يرحمه إذا جيت أنا دوالي مبكر إذا جيت متأخر شوي قال إحنا لا إيش من نأخذه إذا جينا إحنا الحين نأخذه وين قال ماية ونتأخرنا قال يورع يستانس منكم إيه لأنك تحفظ له إيه يحفظ له وسجل له وايد إيه وتسجيلاتك عطيتها الإعلام أو عطيتها بنته ما أكون أنا خذ مني لكن ما أعرف اي لنا حرام يعني هالتسجيلات هذه ممكن انها تستخدم. اي والله اي فما اعطيت احد. شنو الاشياء اللي تذكرها من يعني فزعته بعد نعرف انه يعني يفزع هو مع المحتاج ويسعى له وهو بعمارته خالد ويحب جمال عبد الناصر. نعم غير مولد يعني وطني غير مولد. اي وصيته اللي قال عن جمال عبد الناصر كان مني تبشور كثر المفاوض يا فتى ما يفيدك وترى الرماد لونك ما يقلب الفور ومجلس امريكا ينقصك ما يزيدك وبالك تظن بالطيب يمشي لك الثور الا انت سوقه والعصا دوم بيدك وانت ما تقدر على الثور بالهور اصبر تحرقه ناركم من وبيدك واحذر من الطاغوت لا يدور لك دور ينصب حبايل لين فخه تصيدك. نرجع وياك استاذ ابراهيم اذا يعني في الخلاصه هل نستطيع ان نقول الشاعر زيد الحرب شاعر شامل برغم من عدم تعليمه وهو أمي أو يعني جات القراءة والكتابة إلا أنه شمل الشعر الاجتماعي والشعر السياسي والشعر الخارجي الوطني والغزلي فتوصيفه بشكل عام وتأثيره في مراحله يعني. نعم الشاعر عموما إذا نبي نصفه بأنه شاعر شامل قد يكون يعني حتى من الرأي النقدي يكون ظلم له لأن معناها أنه ما تميز بأي جانب من الجوانب. طبعا زيد الحرب له في الغزل له في الوطنيات له في الشكوى له في الإخوانيات له في القصيدة اليومية في قصيدة الحياة العادية في كل هذه الجوانب له نصوص كثيرة. وطبعا احنا يعني أنا مؤمن بأن هناك الكثير من تراث زيد الحرب ضاع سواء يعني برغم ما جمعته بنته وجمع الباحث دائما الشاعر اللي يعيش عمر طويل ويجمع شعره بعد وفاته من ذاكرة الحفاظ نعم يضيع وايد شعره خصوصا اللي في البدايات وكذا إضافة إلى أن بعض الحساسية لبعض الأشعار نعم منعت من تدوين بعض القصائد سواء الأشعار السياسية أو الغزلية أو قصائد الشكوى أو قصائد أيضا الغزلية خصوصا يعني أنه يعني في بعض القصائد تعرف طبيعة المجتمع في ذلك الوقت كانت القصائد يعني فيها تغزل وفيها ذكر لمفات المرأة وغيره
لكن أنا أعتقد أن إذا إحنا نبي ندرس شعر زيد الحرب بشكل صحيح إحنا بناخذ جانب الشكوى بشكل أساسي. نعم. ومزجه بكل الجوانب الأخرى. يعني في الوطنيات لا تخلو من الشكوى، حتى أحيانا في الجانب الحياتي لا تخلو من الشكوى، حتى القصائد الطريفة يعني اللي مثلا قال الراوي أو غيرها أو غيرها. نعم. يروح ويرجع على موضوع الشكوى. فأنا الشكوى حتى توصيف هموم البحر، يعني القصائد اللي قالها بالغوص وقالها بحالة حتى البحرية والبحارة، يعني أهم حتى في له قصيدة مثلا عن الغوص وتجار تجارنا عقب المعرفة جفونا وغيرها وغيرها، كلها هذه تدور حول إطار حمود. كل تحفظ منها شيء عم على أثر الدهر. إيه أول معرفة جفونا زلشت يا حمود ما شقمونا، ما أدري عسر فيهم ولا نسونا، الله عليهم إنه بالتعاكيس هذه اسمه. إيه قاعد يوصف حالة البحار. هذه تقريبا إيه؟ نعم تقريبا أشهر، هذه تقريبا أشهر قصائده، يعني قصيدة حتى لها اسم يعني عسر الدهر. إيه؟ ليش؟ لأن في يبدأ هو بالشكوى بعدين يذكر ما تعرضت له الكويت من أخطار ودور أهل الكويت في هذا الجانب. الشعر هو قيثارة زيد الحرب، ولقد ناقش من خلال شعره كثيرا من مشاكل حميمة ومتجذرة في وطنه، ومنها على سبيل المثال للحصر قصيدة مشهورة جدا أنا يعني ذكرتها في كتابي أغاني البحر، جاءت على نظام الموال الرباعي، وهذا النوع من النظم يتفق فيه أو تتفق فيه شطرات، الشطرة الأولى والثانية والثالثة في القافية، ثم تأتي الشطرة الأخيرة مختلفة ولكنها تكون موحدة للقصيدة برمتها، وهذه الشطرات تتشكل بشكل مختلف من مقطوعة إلى مقطوعة أخرى، وهذا هو ما نسميه بالموال، ولكنها قصيدة طويلة ملحمية تحدث فيها عما مكنونات نفسه وما يرى ما يشعر به البحار على وأيضا على لسان النواخذة السفن. ضاوعتهم يوم الهوى مطرب له، أنا أحسب إن كل شيء يقعد محله، وثر الدهر وراي كل شن يفله، وأنا بغر اللابس الغي تلبيس، والحين أنا ظليت ضايع دليلي، أدور بالأسواق بيدي زبيلي، أنا انطلبت الناس قالوا هبيلي، وإن قلت ما عندي يقولوا الإبليس. أنا أعتقد أن البداية الصحيحة لدراسة شعر زيد الحرب هي دراسة هذا الجانب اللي هو جانب الشكوى، ومنه نقدر نتفرع إلى، بس طبعا أي شاعر عاش هذا العمر المديد له في الغزل، له في الوطنيات، وله حتى في جوانب يمكن صعب أن نحطها تحت إطار معين، لكن هو بالأخير شاعر يعني شاعر جزل، شاعر جزل، وتخيل قصائد طويلة قصائد طويلة. نعم. وحتى يفسر كل شيء لما يلقي يعني مثلا من الذاكرة يلقي 40 و50 بيت وكذا، فما بالك بالإضاعة من كل أغلب قصائده كلها من 50 بيت وصاعد. فما بالك باللي نساه، فما بالك باللي ما جت الفرصة لأنه يلقيه في اللقاء ولا في الأشرطة ولا في قدام أصدقاء اللي يحفظون له، وإضافة إلى أن كم راوي براوي توفى كان يحفظ أشعار لزيد الحرب وراح وراحت الأشعار معه، وهذه المشكلة اللي احنا نلقاها في كل شعراء في الماضي التدوين، في التدوين في شعر صقر صافي، في شعر عبد الله الفرج، في شعر محمد الفوزان، ان المشكلة انهم ماتوا وماتوا وحمود الناصر البدر وحمود الناصر كثيرين ماتوا وماتوا رواتهم. نعم. قبل تدوين هذه مع النصوص. مع الأسف عم محمد بتقول شيء عن الأول عن غزل ما يقول من أول إلا جيت كذيب فرحان ما حد يأمني أجي صوب شاته. إيه. واليوم لو ورقت معاهم بليوان ما يفضل مجمول عني عباته. إيه. شايب شبير بايد الحيل عيلان يبقى طريق الغي والغيفات. الغي والغيفات. إيه نعم. نعم. على العموم
الأستاذ إبراهيم الخالدي، أنا شاكر لك على المشاركة حول هذا الشاعر الكبير، واللي إن شاء الله راح نحاول في هذه الحلقة أن ندمج ما قلتوه مع مأثورة اللي بصوته. العم محمد المعتوب، شاكر لك أيضا المشاركة، ما قصرت، وإن شاء الله سلنا فرصة أكثر معاكم في لقاءات أخرى. حضرات المشاهدين، أشكر لكم متابعتكم، بعد شكري لضيوفي الأكارم، انتظرونا في حلقة قادمة من برنامج مفكرة، وإلى اللقاء.